فكره ان انت تبقى مأجز كده وقاعد في جو من نقول ايه، نقول الراحه، انت هتبقى فقاعد كده في الجو السلام ده وبعد كده ترجع تاني لشغل معين او شغل جديد عليك، دي فكره طبعا ممكن تكون موتره جدا لناس كتير، ممكن تكون مش عارف ازاي تخش على الناس الجديده في الشغل، طريقه تعاملك في الشغل الجديد ممكن يكون عامل ازاي، عايز تثبت نفسك بشكل كويس جدا، فالحاجات دي كلها بتبقى محتاجه تدريب ومحتاجه ان انت تكون قاعده كتير وبعيد عن التوتر. فعشان كده احنا معانا النهارده مدربة العلاقات والتنمية الذاتية إنجي شوقي عشان تعرفنا ازاي ان احنا داخلين على مجال جديد نخش عليه ازاي وازاي نحقق فيه كمان نجاحات. ازيك يا إنجي، منورانا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك يا إنجي، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شريف؟ الحمد لله يا رب دايما. والله يا إنجي بصي، يعني الموضوع اللي بتاع الحلقة ده مهم جدا، يمكن كلنا عدينا بالمراحل دي اللي احنا نحس دايما لو احنا لو جايين عندنا مقابلة شغل او عندنا امتحان او كان عندنا اي حاجة بنمر بيها احنا صغيرين لغاية واحنا كبار، بيبقى فيه احساس حماس وقلق وتوتر، حاجات كتير جدا، وشباب كتير بيمروا بالحاجات دي واحنا بنقعد ننصحهم زي ما كنا الناس بتنصحنا ومكناش بنقتنع. بالظبط. فايه اسلم الطرق في حاجة زي دي كانت ممكن تتعمل؟ والله زي ما انت بتقول فعلا، انه اوقات كتير واحنا بنبدا حاجه جديده الناس بتسالنا او الناس بتقول لنا نعمل ايه، وبعد وقت بنقول اه النصيحه دي فعلا كانت صح في وقتها. فهي الفكره ان احنا مهم نتعامل مع نفسنا بمبدا الرحمه، ان الواحد في البدايات طبيعي جدا يكون متوتر لان هو بيبدا حاجه جديده، متوتر لان هو بيخرج من منطقه راحه. صح. فمهم جدا ان احنا كده نحتوي نفسنا ويكون عندنا رحمة، انه طبيعي جدا ان اللي قاعد قدامك سواء بيعمل لك انترفيو سواء مدير هو فاهم المنطقة اللي انت فيها. ومتفاهم جدا، وانا دايما اي حد جاي جديد بفهمه انه ما تخافش، الناس مش حط عليك كل التوقعات الكبيرة، كلهم فاهمين ان انت بتتعلم، كلهم فاهمين ان انت بتبدأ مرحلة جديدة، ولكن انت كمان خلي عندك رحمة بنفسك، لان كل ما انت كنت في حالة من السكينة كل ما ساعدت نفسك بقى ان انت تخرج من المرحلة دي وانك تبدأ تتعلم وانك تبدأ مسؤول، لكن كل ما انت قاومت الفكرة دي ودايما خايف من اللي قدامك ودايما خايف تفشل ودايما خايف من الاخطاء مش هتتعلم وهتفضل قاعد في المرحلة دي كتير. فبداية كده نبقى عارفين انه التوقعات علينا مش كبيرة، ولكن البدايات مهمة جدا، وبالعكس انه الناس بتقيس فيك ان انت كملت بالرغم من توترك، مش ان انت جيت في النص وانسحبت او عملت اداء مش كويس. طيب إنجي، يمكن في ناس ممكن تبقى مقدمة على شغلانة وهما بيحلموا بيها من هما في الجامعة، ولما بيبقى رايح الانترفيو بيبقى عارف وفاهم الشغلانة كويس جدا، بس لما بيجي يقعد في الانترفيو بيهنج وبيبقى متوتر جدا، لانه ساعات كده بيبقى الاتش ار او المدير بيضغط باسئله تبقى صعبه جدا، يعني اللي هو كان الشخص ده عنده خبره 10 سنين شغل مثلا، هو اول مره يعمل انترفيو. الناس دي او الشباب دي تتعامل ازاي او تحتوي ازاي الموقف ده بينها وبين نفسها عشان يدخل بثقه الانترفيو ده؟ زي ما انت بتقولي ان اوقات كتير الانسان لما بيكون متعلق بشيء في العموم ايا كان هو ايه الشيء ده، سواء بشغلانه معينه سواء في حاجه يتكلم فيها في الانترفيو، بيكون فعلا مش حاسس ان هو يعني زي ما بنقول ايه، مش حاسس ان هو في حاله من حالات الحضور. الحضور اللي يخلي الواحد قادر يطلع الكلام الصح اللي جواه او الكلام اللي هو محضره. ليه؟ بيبقى بيفكر في كذا حاجه ودماغه مشتته في حاجات تانية. بالظبط. ان انت مشتت وان انت بتفكر في حاجات كتير، فاكتر حاجه نقدر ان احنا نقولها هتساعدك جدا انه انت حاول قدر المستطاع ان انت تركز في اللحظه، ما تفكرش بعد اللحظة دي هيحصل بعدها ايه، هتقبل مش هتقبل، هيكلموني مش هيكلموني. على فكرة اوقات كتير وحصلت مع ناس كتير، كان في مرة واحدة صاحبتي بتقولي انا اتقبلت وكنت رقم 7 من الناس اللي اتقبلوا، سبحان الله كل واحد يتقبل تحصل له مشكلة، واحد ما يتفقوش معاه، واحد يمشي رقم 7. نصيب بقى. بالظبط. فقوة حضورك، تركيزك، ايمانك ان انت اللي مطلوب منك بس دلوقتي ان انت تعمل اللي عليك، وقال ليس للانسان الا ما سعى،
ربنا مش بيأمرك بالنتيجة، ولكن ربنا بيأمرك بالسعي. ممكن يكون اللي هيحصل بعد كده شيء خارج توقعاتك، ممكن تحصل على النتيجة أو البوزيشن ده مش دلوقتي لأنك مش مستعد له، بس تستعد وتحصل عليه بعدها بفترة، ولكن الأهم إن أنت بتعمل اللي عليك وإن أنت بتسعى. طيب برضو إنجي، ده هيخلينا نتكلم في حتة بتاعت هل ممكن مع التمرين، أو مثلا أنا كل شوية بروح أعمل انترفيو، ده ممكن يخلي عندي قابلية أكتر إن يكون عندي ثقة بنفسي أكتر، إن أنا أعرف مثلا في الانترفيو الأولاني ده أنا عملت إيه، كنت مقصر في إيه وتفاداه المرة الجاية، ولا هو بيبقى في ناس عندها ملكة إنها يبقى عندها الثقة بالنفس ومن غير تمرين أقصد يعني؟ هي إحنا عايزين نرجع خطوة لورا يا خطيب. الفكرة في إيه؟ الفكرة إنه أنا لما ببدأ شغل في المطلق، سواء شغل جديد أو أنا بشتغل لأول مرة، إحنا مهم جدا نفهم إنه الشغل مختلف عن الدراسة، إنه مش بقى بذاكر ورق وهدخل أمتحن فيه، ولكن الشغل أغلبيته مهارات أنت بتتعلمها. يعني في طبيعة شغل انت بتشتغله مهم ان انت تكون ملم بيه، بس في مهارات زي البرزنتيشن، زي انك تعمل ميتنج، زي ان انت تتفاوض مع حد، زي حاجات كتيرة جدا. فانت داخل تتعلم مهارات جديدة، فكون ان انا عندي وعي ان انا بوسع المهارات بتاعتي والسكيلز بتاعتي بتكبر، فمهم جدا ان انا وانا داخل اعمل الانترفيو ابقى شايف الموضوع بالعين دي، مش فكره بقى الوظيفه دي من الوظيفه الثانيه، فكره ان انا في المطلق بتعلم مهارات جديده. ففي اول مره عملت انترفيو يمكن مهارتي كانت 50%، في المره اللي بعدها كانت 60%، حتى لو حد هو اوريدي واثق من نفسه، فده مش معناه ان هو عنده كل المهارات. لا، مرة عن مرة. يوم عن يوم يتعلم لآخر يوم في عمره، يعني محدش مولود زي الناس اللي هم اللي بيطلعوا على المسرح، أكيد هم عندهم المهارة إن هم يمثلوا وإن هم يعملوا المسرحية، بس أكيد أداء عن يوم عن يوم بيفرق. وقفتك وإزاي تبقى أنت عارف تتكلم، وإزاي بصيتك، وإزاي تبقى واثق من نفسك لما تيجي تقول الكلمة الفلانية وإنت مش خايف من رد الفعل. فأكيد المهارة بتختلف، بس الأهم إن أنا أبقى مدرك الأمبريلا الكبيرة، إني أنا داخل المكان ده أتعلم، ولو ما اتعلمتش في ده هتعلم في مكان تاني. صح. أنا أحييكي طبعا على المثل المسرح ده، اللي أنت يعني جيتي لي في حتة يمكن أنا وخطيب، لأن حتة المسرح دي ممكن أصعب الحاجات لأي حد يعدي بيها، فأنا باخد من كلامك. مواجهة الجمهور كل يوم، مواجهة الجمهور ولجنة التحكيم وناس كتير، وممكن تسمعي أصلا همس الناس ورد فعل الناس، فدي حاجة قوية جدا. فكرتيني إن فعلا أنا يعني زمان كنت خجول جدا وأنا صغير، وإن أنا أصلا أطلع مسرح صغير مش مسرح كبير قدام حد بس أمتحن أو أعمل حاجة، دي كانت بالنسبة لي يعني بجيب مية من كل حتة كأن وفي عز الشتاء. فأنت فكرتيني بحاجة زي دي، والموضوع ممكن من هنا اخد بقى من كلامك شويه، ان في ناس كنت بشوفهم حوالينا بيجي لهم بانيك اتاكس، يعني فجاه هم شاطرين فعلا اهو، يعني خطيب يمكن شايف ده، وبنشوفه مع كل الاجيال. احنا النهارده بنشوف حد يتعرض لكده في مسرح او في اي حاجه، بانيك اتاك رهيب، مش عارف يطلع وهو مثلا ممثل شاطر، صح، هو مثلا طالب يعني في منه امل كبير جدا ان هو يكون قيمه وقامه كبيره في المجتمع، فالبانيك اتاكس بتقلب مع ناس كتير. نعمل ايه في حته زي دي؟ اول حاجه انه زي ما انت بتقول، مواجهه ناس جديده حتى لو ما كانش جمهور كبير، مواجهه ناس جديده، لو لجنه تحكيم، لو ممثل قاعد قدامي بيختبرني، لو راجل مدير كبير انا قاعد قدام قامه كبيره، ده طبيعي ان الانسان مش متعود على انه يبقى محطوط في وضع تقييم. وضع التقييم وكأنه بيوصل مسج انه هو ده انا. بس كل ما هنكبر كل ما هنفهم ان صورتي مش بيحددها الاخر، بس بيبقى صعب جدا لحد لسه بيبدأ ان هو توصل له الفكرة دي. فبنقول ايه للناس اللي لسه بتبدأ؟ بنقول انه حاول مرة واثنين وثلاثة، ولو انت فشلت مرة اتعلم من اخطائك. فهنقول مثلا ايه ممكن تكون اخطائي؟ اخطائي ان انا كنت مركز جدا مع الجمهور،
اخطائي ان انا مثلا كنت باصص هنا، اخطائي يمكن ان انا ما كنتش حافظ النص كويس، فلما طلعت اتلخبطت بقى مع الناس اللي حواليا فاتلخبطت. فكل مره اتعلم من اخطائك، وكل مره شجع نفسك كويس جدا، وخليك مدرك ان صورتك وقيمتك انت مش بتستمدها من الخارج، ولكن انت بتستمدها من الداخل. فمهم ان انت يكون عندك صورة لنفسك، مهم ان انت يكون عندك رؤية لنفسك. هو ده اللي انا احب انه الناس تعرفه عني، وهو ده اللي انا احب ان هو يتطور مع الوقت. فمهم جدا ان احنا ولو فعلا في بعض الاحيان كمان، انا بس عايزه اوضحها فيري كلير للناس، اوقات الانسان لو اتعرض لموقف حصلت له فيه بانيك اتاك، اللي بيحصل يا شريف ان هو لما بيعيد الموقف تاني هو بيسترجع مشاعر المره اللي فاتت، فبيخش في نفس الدوامه تاني. في الحاله اللي زي دي لا، الاهم ان احنا نلجا لمعالج نفسي يساعده ان احنا بنحرر الصدمه دي، فلما يتعافى من الصدمه دي لما هيطلع مش هيبقى بيعيد بقى التجربه اللي فاتت، هيبقى بيبدا فروم سكراتش. ففي شعرايه ما بين ان انا اقدر اجي على نفسي واشجع نفسي ولما انجح خلاص التجربه هتتمسح، وفي حاجه بتقولي لا انا مش قادر، انا مش عارف، انا كل مره بدخل بلاقي نفسي بعيد نفس الموضوع. فمجرد ان احنا هنفك الحلقه الاولانيه خلاص المشاعر بعد كده هتتظبط. حلو قوي. طيب انجي، الناس اللي اول يوم تحضر شغلها، يعني معلش انا بعتذر، اول يوم مثلا رايحين الشغل، ممكن حد يقول ايه انا مش عارف اتعامل مع الناس ازاي، داخل على ناس ما اعرفهاش، فابقى لذيذ، ابقى بشخصيتي، احاول افتح كلام مع الناس، احاول اعرف الناس عليا ولا لا؟ يعني انت فاهمه قصدي بالسؤال؟ مش قادره. الناس دي تتعامل ازاي وتتصرف ازاي اول يوم شغل او اول اسبوع شغل؟ في الغالب الناس بتبقى مشغوله جدا ان هم يشوفوا ازاي هيتعاملوا مع بيئه العمل اللي حواليهم، وده ممكن يشتتهم او ممكن يخليهم يتعاملوا بطريقه غلط. فايه الاصح حاجه؟ الاصح ان انا ابقى مدرك انه الايام هتجيب المواقف المناسبه، الايام هتقرب المناسب ليا وهتبعد اللي مش مناسب ليا. انا ايه مطلوب مني دلوقتي؟ الحد اللي بيجمع ما بيني وما بين زملائي هو طبيعه شغلنا. فانا بشتغل مع دول، او انا في بروجكت بيني وما بين دول، طبيعه كلامي معاهم في الشغل، او طبيعه ان انا بتعلم من ده، او طبيعه ان انا بسال حاجه من ده، هو اللي هيبدا يخلق يا اما صداقه يا اما الحدود المتعارف عليها. لكن فكره ان انا ادخل مع ناس انا ما اعرفهاش احاول ابين نفسي بشخصيه يعني معينه، هتبقى مش حقيقي، او الناس ممكن تبقى مش عارفه تتعامل معاك. بس كل ما انا اديت فرصه انه اللي ما بيني وبين، زي ما بنقول الحدود هو الحد اللي ما بيني وما بين اللي قدامي. فلو انا بشتري حاجه من حد، فالحد اللي ما بيني وما بينه السلعه، الحد اللي ما بيني وما بينكم البرنامج، الحد اللي ما بيني وما بين مديري التقييم بتاعي، وهكذا. فكل ما احترمت الحد ده كل ما العلاقه ارتقت. طيب انجي، دلوقتي لو مثلا انا في حد بيقيمني وهو وانا في انترفيو او انا على مسرح او الحاجات دي كلها، اللي بيقيم ده ساعات بيكون بيقيمني بشكل متوحش شويه، او يقول كلام سلبي زياده عن اللزوم. المفروض انا النهارده متوتر وداخل على شغل نفسي هشتغله، وانا جاي عشان اشتغل في الاخر، مش جاي عشان اعمل بس انترفيو وامشي. اواجه ده ازاي؟ او ان انا اتصرف مع الاتش ار اللي قاعد بيتكلم معايا مثلا بطريقه معينه، وممكن هو يكون قاصد ان هو يعمل ده مثلا، بيحطني في اختبار معين، فالمفروض ان انا اتصرف ازاي؟ مع الاسف يا خطيب مش كل الناس بتبقى مدركه اهميه اللطف واللباقه في الكلام. فكل واحد بيبقى له الدافع بتاعه. ففي واحد زي ما انت بتقول ممكن يكون الدافع بتاعه ان انا بحطك في ستريس عشان اشوفك في الضغط هتشتغل ازاي. في حد ممكن يقول وفيها ايه واحنا صغيرين اتعمل فينا اكتر من كده. في واحد ممكن يقول لا ده هو عمل حاجه مش لطيفه وهو داخل، فانا هعلمه ازاي يجي متاخر على ميعاده، وهكذا. فمش كل الناس تبقى حاطه الاعتبارات بتاعت ده هو لسه بيبدأ، ده هو كده. فأنا لازم أكون فاهم كويس جدا إنه رأي الآخر أو طريقة الآخر هي لا تعبر عني، هي تعبر عنه.
لانه انا كل حاجه اقدر اقولها يا اما بطريقه لطيفه وطريقه مهذبه وتوصل المعلومه للي قدامي، يا اما اقدر اقولها بقسوه، يا اما اقدر اقولها بحاجه تحرجه بيها. فسواء هو احرجني او كلمني بطريقه قاسيه، فاول حاجه ده مش انا، دي طريقه اللي قدامي، دي مشكلته هو، دي مشكلته هو ودي طريقته هو، وانا دوري ان انا اتقبل، لانه احنا مش بايدينا نغير حد خالص. يعني ده ممكن يبقى مديري، ده ممكن يبقى زميلي، ده ممكن يبقى جاري، فانا مش بايدي ان انا اغير حد، ولكن انا هتقبل ان دي طريقته، وانا هختار ان انا ما اسمحلوش انه ياثر عليا بيها. هو لو اثر عليا يبقى هو متحكم فيا، يبقى هو معاه ريموت كنترول. دلوقتي انا هزعل، دلوقتي دي طريقتك انت حر فيها، بس انا يا اما هكمل كلامي بنفس الطريقه، يا اما هفضل اشرح وجهه النظر بتاعتي، يا اما هوضح للي حواليا ايه الفكره من اللي انا عملته. وفي الاخر اولا واخيرا زي ما انا قلت لكم، انه عالم الشغل وعالم الرزق ده سبحان الله ده بإيد ربنا جدا. يعني الرزق ده بنسعى بس فعلا آية من آيات ربنا، فإحنا دورنا إن إحنا بنسعى، وفي الآخر ربنا هو الرزاق يعني. ونعم بالله. طب إنجي، يعني لو إحنا النهاردة أو دلوقتي معاكي كده بقول إن أنا النهاردة عايز أقول كلمتين بالمختصر المفيد لأي حد مقبل على أي حاجة جديدة، إيه أسلم الطرق اللي هتبعها ذهنيا ونفسيا؟ خلينا نقول إنه الحياة تجربة، الحياة تجربة كبيرة. فكل حاجة انت بتعملها خليك، اول حاجة خليك مستمتع بيها جدا، انه ازاي اقدر اشوف نفسي وانا مستمتع بيها. تاني حاجة انه مهم اكون عارف ان كل خطوة انا باخدها في حياتي بتعلمني حاجة عن نفسي او بتعلمني حاجة عن الكون. يمكن الموقف ده علمني ان انا صبور، يمكن الموقف ده علمني ان انا لما فعلا بتحط تحت ضغط بعرف اتصرف، يمكن الموقف ده علمني ان انا بعرف ابريزنت كويس. فكل حاجة في الحياة سواء عجبتك او ما عجبتكش هي بتعلمك حاجة جديدة. وكل التجارب دي ممكن تلاقي نفسك بعد 10 سنين، بعد 20 سنة في مكان تاني خالص، وتقول لولا التجارب دي انا ما كنتش وصلت للي انا فيه ده. انا معاكي في الجملة دي، معلش انا بقطعك، بس هي كل حاجة سلبية في حياتنا لو ما كانتش حصل ما كانش زماننا النهاردة في مكانة كويسة. يعني مش بتكلم عني، بتكلم عن اي بني ادم. يعني بحس ان مش الحاجات الايجابية اللي بتعلم، بالظبط الحاجات السلبية بس هي اللي بتعلم، الايجابي بحس ان هي كده بس يعني مكافأة للاحساس بالرضا وان انا اقدر اكمل، بس بحس ان السلبيات هي اللي علمت. دي حاجة. تاني حاجة بحسها برضو ان بشوف ان كل موقف او كل سعي لحاجة، هي كل حاجة لها وقتها. يعني كل حاجة ليها وقتها، ان هي هتحصل في يوم انا نفسي فيها النهاردة، بس هي ممكن تحصل بعد سنة. صح. يعني عارف في مقولة كده جميلة بتقول لما تشوف حد ناجح مش تقول ايه ازاي هو محظوظ كده، تقول ايه التحديات اللي مر بيها ومن خلالها قدر يبقى كده. لانه مفيش قولا واحدا حد ناجح، علاقه ناجحه، شركه ناجحه، غير لما مرت بتحديات، والتحديات دي هي اللي اثقلت البني ادم انه يتعلم من اخطائه ويتعلم من التجارب عشان يبقى ما هو عليه دلوقتي. من اخر الحياه مدرسه يا انجي، جدا نورتينا وشرفتينا. مدرسه وجامعه وكل حاجه. نورتينا وشرفتينا يا انجي، بعد التجارب ده انجي والله فعلا احنا استمتعنا جدا معاكي، ودايما كده بتفيدينا بكل المعلومات اللي معاكي، وان شاء الله نشوفك في حلقات ثانيه جديده ان شاء الله. ميرسي ليكي. عفوا. خلينا نطلع لفاصل سريعا ونرجع بقى للفقره الدينيه مع الداعيه يوسف عادل اللي بيقدمها الشريفه دي.